شو بشر؟ مثل العادة، يعني نص ايه واخراج لا. ايه بي عن النص. ماما بابا مو ناقصة روقي شوي؟ لا بدي اعرف هلا، يعني على شو الشماتة؟ نحن بمركب واحد وإذا بيغرق بنغرق كلياتنا مع بعض، شو بكي؟ اها، على أساس أنت القبطان وأنت يلي بتقرر، وكل مرة بيطلع قرارك غلط، إيش القصة جنان؟ ليك يا خلود، أنا ما بدي إياكي لا توقفي معي ولا تساعديني، بس حلي عني وتركيني أعرف دبر أموري بقى. بابا أرجوكم، ماما من شان الملائكة، خلص بقى، والله ما عاد فينا اللي فينا مكفينا. بدكم هلا وبعدين بنحكي بهالقصص. لا بدي اكل لا بدي اتزهرم. سكر المي، حرام عليك، على اساس مثقف وقلبك على البلد، شوي ضمير يا زلمه. هلا انت ما فيكي تحكي بشويه لطف؟ والله انا هذا اللي عندي. بعد هيك تفرجي. روق بابا، رح ساوي قهوه تشرب معي شيخ الشباب. ساوي لي سمن الزعاف خليني اشربه، بركي بخلص من امي، زادت الاجراس. روق بابا روق. قسما بالله لو ما انت ما بخليه عندي ولا تكي. بابا شو هالحكي المتخلف هاد؟ لا بيلبق لك ولانه من طينتك، قال شو ما بخليها عندي قال. لك يا بنتي هي عم تنزل مستوى الحديث لتحت كتير، شلون بدك يعني اتصرف؟ ساوي قهوة. على راسي. الوزر بنوش. اهلين بسامو. طيب بقي معي سيارة. حياة ربك جاي مشان السيارة؟ ما أنا أول مشوار رحت على البلد عملت حادث، أنا خرجي سيارات بسيطة، في ناس بدعسوا لهم 4-5 لبين ما يتعلموا سواقة، سعرك بسعرهم، هلا بالله تعي نقي معي وحدة. أخي من آخره، أنا بالسيارات ما بفهم، بس هلا أنا بفهم بألوانهم كتير، إذا بدك بنقي لك اللون. إيه لا ما بيمشي الحال، لازم تشاركيني بالتنقاية لأنه أنت بدك تشاركيني بالسيارة. أنا حاسة إنه بدك ياني نقي أغلى وحدة، وكون شريكة بالقرار، بس مو بالسيارة. يعني هلا قربتي. لا عم بمزح، خلص شراكة حقيقية 100%. شلون هي؟ مو الشاب له حصة بنتين؟ لا ليكي شو غليظة، هلا بالله تعي نقي معي. أخي حل عني أنت وسياراتك، خليني أعرف أقرا. ليش عم تقري؟ هرش مخ، شو بدك أنت؟ يلا تيسر. بالله شو عم تقري؟ خلص ما في مشكلة، ببعتلك ياهن إيميل أقراهم. لا دخيلك.